الرجل الذي أسس النادي. طبعا هنا مشجع يحمل قميص منتخب المغرب يذهب في داخل أرضية الملعب لكي يحيي، يعني طبعا رجال الأمن ينقضوا على هذا الشاب المغربي الذي يدخل أرضية الملعب كما يحدث في مثل هذه المواقف في مثل هذه المباريات. يحب البعض أن يقوم بفاصل طريف بالحصول على الشهرة، هو كأنه ذاهب لرونالدينيو للسلام عليه، يمد يده لرونالدينيو، ولكن المزاج العام على ما يبدو ليس كما يجب، ورونالدينيو كأنه أخذ بهذه اللقطة أو خاف من المشجع. بالتأكيد هو يحمل قميص برشلونة وكان ذاهبا إلى رونالدينيو ربما لتحيته فقط، ولكن رونالدينيو هنا يعني ربما لم يستوعب اللقطة أو خشية من هذا المشجع عن دفاعي. إذا قلت هؤلاء الأسماء